حضرتك الحلوين سنة تانية أصحابنا طلبة مدرستنا الممتازة الخاصة النهاردة مع بعض ريفيجن ستيب أهيد. هنحل مع بعض من الورق اللي معانا. جهز ورق، حل معايا، هنعمل مسابقة بيننا وبينك ونشوف مين هيكسب. حل معايا، حل أنت الأول وبعد ما تحل شوف إجابتك صح ولا غلط ونشوف مين هيكسب، أنتوا ولا أنا؟ طبعاً أنا واثقة إن أنتوا هتكسبوني. لا، النهارده في واحد هيحل معانا صاحبنا، هنعمل مسابقة بيني وبينه، هو ماريو، فاكرينه؟ ماريو هيجي يحل هو ريفيجن، وهو بيقول لي إيه ماريو؟ بيقول إن هو اللي هيكسب، وهو اللي هيحل صح وهيقفل إن شاء الله، فيا ريت نثبت له إن إحنا اللي صح، تمام؟ أول سؤال عندنا أنسر جاوب، إز هي توي؟ وهنا عمل لنا علامة صح. اتعلمنا مع بعض خلال الترم اللي فات ان علامة صح دي يعني يقول لك ابدا بيس. هتبدا بيه ماريو؟ يقول لك بيس. ماريو بيقول لك يس. ابدا بيس اهو. وماريو بيقول لكم نعمل سيركل عن هي وسيركل عن اس ومقصاتنا وحركاتنا نعمل كروس. ابدا بيه الاول وجنبها اس والفول ستوب. يبقى إجابة ماريو طلعت صح ولا غلط حبايبي؟ طلعت صح. هنسقف له؟ سقف له بقى سقفة قوية. ماريو بيحل لنا ريأرينج. ريأرينج يعني جملة متلخبطة للخبيط واحنا هنرتبها مع بعض. يلا بينا. هنبدأ بالكلمة اللي تحتها لاين. وي آر فريندز. وماريو بيقول لنا زي كل مرة اوعى تنسى فول ستوب، اوعى تنسى فول ستوب. نمبر 2 هنبدا يس عشان تحكيها العين بدايه الجمله. يس ات از. نمبر 3 ري ارينج هنبدا بوات از ذيس. طبعا احنا كلنا عارفين ان ماريو كسب معانا في الانسر وحل كمان الري ارينج صح. ها يا ترى انتوا اللي حليتوه صح ولا هو اللي عنده غلطه؟ بعد ما صححته بعد ما حليته صحح اخطائك يلا. تمام؟ في واحد تاني هيحل معانا دلوقتي بقيه الاسئله عشان نعمل مسابقه ما بينهم هما الاثنين، ما بين الماريو وما بين المانكي ده. ماشي؟ نشوف بقى المانكي هيحل ازاي؟ شوز يعني ايه؟ ايه؟ بيقول لي شوز يعني اختار، اختار الكلمه الصح. اتس هاو اند بوكس. حرف البي كمان الحروف الشائية لو تفتكروا معايا الحروف الشائية الاي والاي والاو واليو. البي كان ساكن وهياخد ان صح كده؟ هو جاوب صح؟ سقفوا له بقى. ذيس دي جوراها از. ذيس از ابل. وات از ذيس ولا واي از ذيس؟ احنا خدنا مع بعض ان ما هذا او هذه كان السؤال وات از ذيس. طيب هنختار يس ولا نو ولا يس ات ازنت؟ الاجابه ايه؟ لا اصحابي هو اللي هيجاوبوها صح. اصحابي اشطر منك. طب تيجي نشوف انتوا العشرة ولا هو؟ ها اثبتوا له ان انتوا العشرة. هو بيقول لنا ان لقيت النوت في الجمل. مين بقى احنا اتعلمنا مع بعض مين بتحب النوت؟ النو بتحب نوت. النو بتحب ايه سنة تانية؟ نوت. يبقى نو ات ازنت. فايش هنفهم الفراغ اللي هنا من الثلاث كلمات. شي يجي وراها از. ار نوها اند ماري. احنا خدنا از نعمل علينا لاين. طيب ينفع اول دور باب يكون نوها وماري؟ لا طبعا ما ينفعش. هتبقى وي. وي كان معناها نحن. وي ار نوها اند ماري. كلوز ذا نوت. وهو رسم لنا صوره باب. كلوز ذا دور. فيري جود. شاطرين يا سنه ثانيه. وات نوت ذيس. طبعا احنا خدنا مع بعض وات از ذيس. ات از ان وصوره بطه دك. دي يو سي كي. تمام كده احنا خدنا الفيديو مع بعض، حلينا مع بعض. يا ريت انتوا كمان تحلوا تاني مره كمان عشان اشوف مين فيكم اشطر، انتوا ولا اصحابنا اللي كانوا معانا النهارده. يبقى احنا خدنا ري ارينج. وي ار فريندز. يس ات از. تمام والانسر كانت يس هي از. اوكي ثانك يو. جود باي 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 سنه ثانيه.